حق سعيد موفق لفريق اتحاد الرياضي لطنجة لكرة السلة. اولا كنشكروا موقع طنجاوي على المواكبه ديالو ديال جميع البرنامج العام ديال رمضان اللي عملته جماعه طنجه. هذا البرنامج اللي ضم واحد مجموعه ديال البرامج متنوعه، ضمت المجال الفني والثقافي والاجتماعي والرياضي. كان لجنه الثقافه، لجنه الشؤون الثقافيه والرياضيه والاجتماعيه والعلاقه مع المجتمع المدني، حاولنا اننا نعملوا واحد الشيء تحت اشراف السيد العمده مشكورا على الانخراط ديالو في هذه المبادره بحال هذه، والمجلس الجماعي كذلك. حاولنا نعملوا واحد البرنامج اللي هو شمولي، ما نقولوش انه هذا البرنامج هو الطب. هذه البدايه يمكن لا تكون باقل يعني الامور. المهم هو الانسان القطار خصو يقلع، والقطار يمشي فوق السكه ماشي يقلع. حاولنا اننا نعملوا هذا الاجتهاد هذا مع الاخوه والاخوات اللي في اللجنه مشكورين، اللي هما مناضلين ومواظبين على المواكبه وعلى التتبع وعلى السهر على انجاح هذه المبادره هذه. فتحنا على 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 جميع القطاعات، وفي الشق الرياضي حاولنا نعملوا دوريات ديال كرة القدم مشاركة مع بعض الفرق في مختلف المقاطعات وفي مختلف الأعمار. كذلك هنايا مع كرة السلة انفتحنا لاتحاد طنجة، لأن اتحاد طنجة واحد الفريق اللي هو أولا عريق، ثانيا عنده فئات وعنده مدارس في مختلف الأحياء ديال المدارس ديال مدينة طنجة في إطار واحد البرنامج اللي كنعملوا طنجة تتنفس كرة السلة. إذا هذا اللقاء هذا حاولنا نفتحوا به على الأحياء ديال مدينة طنجة ماشي غير اتحاد طنجة. كذلك اتحاد طنجة عنده لوجيستيك اللي هو كبير اللي يمكن لها تموبيليزي في أي وقت، وحنا كنحتاجوا هذا. حنا اخترنا ساحة الأمام لأن هذه الساحة هذه عندها واحد الرمزية ديالها وعندها واحد المكانة ديالها في إطار مشاريع طنجة الكبرى اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب جلاله نصر الله وأيده. مدينه طنجه عندها واحد الموقع جغرافي متميز، عندها واحد 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 واحد, واحد المكانه دوليه، عندها واحد التاريخ اللي ما يمكنش شي واحد ينكرو. اذا حنا الساكنين ديال مدينه طنجه كامله خصنا نعملوا يد في يد باش اننا نكونوا يعني كنشوفوا القدام ونعملوا من اجل الصالح العام وننساو الحاجات الهامشيه ونحاولوا اننا نشوفوا الحاجه اللي هي ايجابيه للمدينه ديالنا، لان فتحنا على كره السله بحال اللي قلنا في اطار هذا البرنامج ديال 3 كون 3، وراه كاين اكثر من 250 ممارسه وممارس في اطار مقاربه النوع. اذا هذا الشيء يثلج الصدر وحنا مستعدين باش نفتحوا لجميع الجمعيات الفاعله في مدينه طنجه، واي واحد عنده شي مشروع اللي يمكن له يفيد به الساكنه مدينه طنجه مرحبا به. كنظن واقيلا المجلس الجماعي الباب ديالو مفتوح، فيه واحد مجموعه شابات وشباب اللي باغيين يخدموا وعندهم رغبه يخدموا في اطار انهم في المصلحه العامه ديال المدينه. هذا الحدث كيدخل في اطار برنامج اللي وضعته جماعه طنجه واللي سماته اماسي طنجه، اللي كيشمل واحد مجموعه ديال البرامج غنيه كل ما هو رياضي ثقافي، واحد المجموعه ديال البرامج. واليوم ان شاء الله عندنا واحد البرنامج اللي كيخص كره السله ديال الثلاثيه. دونك كاين مجموعه ديال الفرق كتنضم لمختلف الاحياء ديال مدينه طنجه وفرق من فريق اتحاد طنجه، وفي هذا العرس الرياضي الكبير وانتم كيف ما كتشوفوا بان كل شيء نشط الحمد لله. شكرا للجماعه اللي خولت لنا باش ننظموا هذا البرنامج بالشراكه معها، وشكرا لجميع المشاركين والمشاركات والمنظمين والمنظمات. كلام اتحاد طنجه فئه انثى 18 عام. المهم اتحاد طنجه نظمت هاد ليفينمون في رمضان، ونظموها اصلا في 2019 ودازتو على صراحه، وتا هاد العام صافا. المهم نوجه الناس كاملين اللي كتعجبهم الرياضه
ما تخلاوش عليها مره. المهم تخرجوا بالروتين ديالكم ومزيانه بزاف حيت المغال ديالك يطلع لك يلعب على المغال بزاف فوالا. وكنقول اي واحد اللي عنده اي موهبه ما تخلاش عليها، واخا يكون اي واحد ما كيشجعكش تينا شجع راسك وكمل فيها. سفيان رغوني، كنلعب إلي في اتحاد طنجة. اليوم جينا لعبنا في هذه الأمسية هذه الرمضانية باش نهرسوا أن بو دغيسم، وهذه ديال لونترينمون دائما نضحكوا عاد شوية، نشوفوا النيفو ديالنا مقارنة بالدراري الآخرين. ومهم أون جينيرال سيتي بيان، وتتصندي مزيان، ونقربوا حتى الناس سميتو الجماهير باش يجيو يشوفوا ولاد المدينة كيفاش كي النيفو ديالهم ويكونوا راضيين علينا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.